دكتور، لما نتكلم عن أبرز المشاهد اللي لفتت نظرك في ماراثون انتخابات الرئاسية للمصريين في السعودية. ده ماراثون وعرس كبير بالفعل. نوجه فيه الشكر للسفارة المصرية في المقام الأول للمجهود اللي عملته في السفارة المصرية في الرياض والقائمين عليها لتسهيل كل العقبات وتذليلها، وجود محطات رئيسية قبل الانتخابات وقبل بدء الانتخابات، وفي الوعي والإرشاد بالتنسيق مع وزارة الهجرة وزارة الخارجية واللجنة العليا للانتخابات الهيئة العليا للانتخابات للترشيد ووعي المصريين في المملكة العربية السعودية والرياض. والمعروف ان المملكة العربية السعودية من اكبر الجاليات في الوطن العربي بل في العالم كله، تتجاوز 2,800,000 نسمة تقريبا. تم عمل غرف عمليات مكبرة لعملية الوعي والإرشاد. كان في عرس فعلا كبير ناتج عن ما حدث من توافد الأعداد من القسيم لأكثر من 7 أو 8 أتوبيسات خلال اليومين الماضيين، ولسه النهاردة اليوم الثالث، وتوافد من المنطقة الشرقية أكثر من 8 أتوبيسات. دي أتوبيسات مجمعة من أبناء الجالية بالتعاون مع السفارة ذهابا وإيابا مجانا، بخلاف العوائل والأسر المصرية والبهجة الجميلة. لأول مرة نرى مشاركة بنسبة تتجاوز 40% من المشاركين شباب. شباب يتراوح أعمارهم من 25 سنة إلى 35 أو 38 سنة. ذوي الهمم نشكرهم رغم ما فيهم، والسفارة وفرت ليهم سبل للراحة والتعزيز. من أول ما بينزل من الباص أو من سيارته بيتنقل من خلال كرسي، ومن المتطوعين من أبناء الجالية المصرية المتطوعين مع السفارة إلى داخل اللجنة في سرعة وفي أمان وفي تقنية وفي حب وود. الجميع يريد أن يرى العالم صورة مصر الحقيقية، حتى يعرفون من هم جنود أو جيش مصر الثاني. هم المغتربون. جيش مصر الثاني بيدي رسالة للعالم كله، هي دي مصر، هم دول شباب مصر وشيوخ ونساء مصر.